حصل لي الشرف وزرت قطر، كنت في المونديال، روحت قبل أسبوع من هناك. انطباع كثير جيد، لا بل أكثر من جيد. مونديال يعني اللي قيل عنه بالإشي القليل صراحة. اللي بروح هناك وبشوف الأشياء، النظام التنظيم الموجود هناك، القمة، يعني إشي في منتهى الروعة، مش ناقص إشي يعني. فأنا بقول ملاعب، القرب من الملاعب من بعضها كثير برضو أعطانا مجال اللي بده يشوف أكثر من لعبة خلال اليوم. برضو هذا موجود، المترو موجود في أي لحظة، باصات في أي لحظة طبعا بدون دفع بدون مقابل. والأكثر الناس أهل قطر، يعني أهل الدوحة كثير مرحبين بالناس وبتقبلوا الناس، إشي استقبال رائع. لما روحت رايح مع علم البرازيل، يعني أنا اشتريت علم البرازيل وشجع البرازيل وبحب البرازيل من زمان زمان. بس خلال ما شفنا هناك الأجواء المغربية وأخواننا المغاربة هناك، لما كنا نروح على سوق واقف تلقي طبعا كل المشجعين وكل المنتخبات بلتكون هناك في هذا السوق في هذا المكان. فكثير تقربت من مغاربي وحبيت المغرب، وبعد ما شفتهم يعني صراحة أنا نكرت صرت بدي المغرب. المغرب أنا حسب رأيي أولا فخر لنا كعرب أن يكون منتخب في هذا الأداء، وهم يعني فعلا لا يقلوا عن أي منتخب شفته هناك. ناس كثير طيبين، أداء طبعا تاعهم رائع، والأهم من ذلك أنهم أعطوا لنا ثقة للمنتخبات العربية بمستقبلا أن كل إشي جايز، وحتى نقدر نروح مع كأس العالم إن شاء الله في السنين الجاي. واللي بدي أقوله برضو يعني بشكل عن جد يعني حلو، الإدارة في قطر، الرئاسة في قطر، الأهل في قطر، شكرا لكم، رفعتوا رأسنا العرب ورجيتوا الغرب مش مثل ما هم بفكروا. حتى الغرب، أنا كان لي أصدقاء ساكنين معي في السكن أجانب، وكنا نحكي وكديش هم مبسوطين على حتى الإشي الثقافي اللي هم بسموه كأنه شيء متخلف أو رجعي، قالوا بالعكس هذا إشي كثير حلو، وتعاملوا مع الأشياء زي ما بدهم أهل البلد، وبكل كل الأشياء بتجنن، ورفعوا رأس العرب في النظام والترتيب اللي عملوه. حكيت فترة مارادونا، صراحة أداء يعني مارادونا كثير، يعني عنده أداء يفوق يعني أي لاعب شفته، طبعا ما على بيلي قبله، بس للأجيال اللي لحقت ميسي، رغم أني أنا مشجع ريال مدريد بس كنت أنا أحضر لبرشلونة عشان أشوف لعب ميسي وأداء ميسي. ميسي كشخص إنسان رائع، ميسي صح بيقدر يعطي. برضو أنا كمربي سابقا أنت عرفت علي، أنا بدي في شخصية ميسي يعني تكون شخصيات اللي يقتدوا فيها ناس زي شخصية ميسي من ناحية كإنسان برضو كأخلاق وهي الأشياء. للأسف يعني مارادونا في فترة أخيرة صار اللي صار معه، كلنا بنأسف لهذا الشيء اللي صار معه، بس هو أسطورة يعني من كرة القدم. وابني بما أنه حمودة بيحب ميسي كثير وراح ما يخلع الدار، فأنا برضو متعاطف مع ميسي. شكرا لكم في هلا تلفزيون رائع، محررين مقدمين برامج رائعين. وانت لا بكى مونديال حلو، بكى قطر تساوش في روعة، أفيرا بكت حلوة، مونديال مزبط بكى. أنا بكيت الصراحة مع البرازيل، بعدين نكلنا بتعرف إنه حق الأولوية للعرب، شجعنا المغرب، المغرب استحقوا بس مع الإصابات وهيك ما قدروش يوصلوا، بس هذا إنتاج عالم يعني إنه وصلوا على ريفا القمار زي سيج. بك خيبة أمل؟ أكيد. منتخب عربي ما أخذش الكأس؟ صح أكيد، زي المغرب مثلا وكل الأمم العربية احتفلت بعد ما تأهلوا وغلبوا البرتغال. بتشوف اليوم أحسن لاعب ميسي ولا مارادونا بعد حصوله على كأس المونديال؟ بعد مارادونا فش راحة. مونديال بكى مرعب، مرعب جدا يعني من ناحية كيف ما شفنا. أول شيء أنا مشجع منتخب المغرب، أنا صراحة فرنسي بس لما شفت المغرب يعني عن جد وصلوا لحدود عالية يعني كيف ما شفنا، فأنا كنت مع المغرب صراحة وتوقعت أنهم وصلوا للنهائي، بس يعني ما حلفناش الحظ، بس هم يمثلون كلنا صراحة يعني كل احترام، ويعني مبروك للأرجنتين. أول مرة بشوف صراحة فريق عربي حسب ما أنا بعرف أنه بوصل لهي النصف نهائي،
منتخب المغرب. صراحة كل احترام، يعني احنا زي ما تقول عملوا لنا جو هنا بالوسط العربي. يعني فكي خيبة أمال؟ لا بالمرة 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 لا، يعني صراحة بقى توقعاتنا أكل من هيك، والحمد لله شو ما وصلوا يعني عن جد يعني فرحونا، كل احترام لهم صراحة. كل إشي شو ما بدي أوصف، يعني فيش وصف عن هيك مونديال. حسب رأيي مونديال مش راح يتكرر في كل تاريخ كل العالم. شكرا قطر، عن جد شكرا قطر. صراحة بكت أكبر مفاجآت هي المنتخبات العربية، ترفع لهم القبعة عن جد اللي قدموه بهذا المونديال. ولا منتخب أوروبي قدموه، خاصة المغرب والسعودية. المغرب بالنسبة لنا عملوا اللي عليهم وزيادة، فخر العرب، إشي بخليك تفتكر كونك عربي. مين اليوم بتشوف أحسن لاعب، ميسي ولا مارادونا؟ ميسي ولا مارادونا؟ لحد 17 الشهر بالنسبة للأرجنتينية بكى مارادونا، بس أنا بالنسبة إلي ليونيل ميسي، لأنه عمل كل شيء بكى استثنائي بهاي البطولة. حمل الأرجنتين عتشتافه وأخذهم على النهائي، وخدت لك الأرجنتين. ميسي رح يحمل الكأس ب 18 شهر، و توقعوا كان محله يعني. آه.